بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. مرحبا بكم أيها الصائمون، أسأل الله تبارك وتعالى أن يعتق رقابنا جميعا هذه الليلة بإذن الله. صالحين على رسول الله، ما زال الحديث موصولا بإذن الله تبارك وتعالى في سلسلتنا المباركة، نسأل الله عز وجل أن تكون خالصة إن شاء الله رب العالمين في الصيام وما يتعلق به من أحكام. كنا قد تكلمنا بفضل الله رب العالمين عن مفضلات الصيام، وهي نوعان كما قلنا أيها الأحبة أخوة في الله، أن قسم يا أحباب إخواني في الله يبطل الصيام وفيه القضاء فقط، والقسم الثاني يا أحباب إخواني في الله تكلمنا عنه الحلقة الماضية، قسم يبطل الصيام وعليك القضاء والكفارة أي من وقع فيه. واليوم نتكلم عن أمور لا تفسد الصيام، وإن كان البعض يتخيل أو يظن بأنها تبطل الصيام، أمور إن فعلتها في نهار رمضان في نهار رمضان في نهار رمضان بأكد بإذن الله صيامك صحيح ولا شفي. من أول هذه الأمور أو واحد من هذه الأمور يا أحباب إخواني في الله، أن يصبح أحباب إخواني في الله أن تصبح في يوم صومك وأنت جنب. أنت صايم وأنت جنب، يعني إزاي جنب؟ يعني احتلمت من الليل إن كنت لست متزوجا، أو كنت على جنابة وأتيت زوجتك وأزن عليك الفجر وأنت لم تغتسل، صيامك صحيح. يا أخويا أيها الشاب يا اللي أنت احتلمت، العام الماضي شاب جاني قال لي أنا مفطر، قلت له ليه؟ والله يا جماعة، قال لي أصلا كان احتلمت عم الشيخ فسألت واحد قال لي ما ينفعش يا ابني صيامك كده بطل، وأدين أكلت وشربت. يتحمل اسمه أو إيه يتحمل اسم هذا الرجل هذا الذي قد أفتاح؟ والله العام الماضي المحتلم من احتلم أو أصبح جنوبا ليس عليه شيء، لحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قالت هي أم سلمة يا أحباب إخواني في الله، قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر وهو على جنابه، يعني يدخل عليه الفجر ويكون قد أتى أهله صلى الله عليه وسلم، ثم يغتسل ويتم صومه رضي الله عنه. الأمر الثاني بفضل الله تبارك وتعالى، الأمر الثاني يا أحباب إخواني في الله، تقبيل الرجل لزوجته. يا نهار أبيض، أي والله العظيم يجوز أن يقبل الرجل زوجته يا أحباب إخواني في الله، فلست أنت بأشد حياء من رسول الله. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أملككم لإربه صلى الله عليه وسلم، يعني شهوته صلى الله عليه وسلم. وحديث آخر قالت أم المؤمنين عائشة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبلني وأنا صائمة صلوات الله على سيدنا رسول الله. والحديث يا أحبابي إخواني رواه الشيخان يا أحبابي، يعني في أتم الصحة. ولكن نقول يا أحبابي، هل للكبير والصغير؟ نعم يا أحبابي. ابن حزم يقول أم المؤمنين عائشة يوم أن مات النبي صلى الله عليه وسلم كانت تبلغ 18 سنة، والنبي كان يقبلها، هي شابة والنبي قد تجاوز صلى الله عليه وسلم 60 من عمره صلى الله عليه وسلم. الأمر الذي بعده، ولكن نقول لمن لا يأمن نفسه يا أحبابي من التقبيل يا أحبابي، وقد يصيبه يا أحبابي إخواني في الله المني أو تساب شهوته أو غير ذلك، نقول له يا احرص على صيامك حبيب وأخي في الله، ومعك الليل افعل فيه ما شئت. الأمر الثالث أيها الأحبة في الله من الأمور التي لا تفسد الصيام يا أحبابي إخواني، الاغتسال. تاخذ لك دش مية كل شوية وصب الماء على رأسك حبيبي وأخي في الله لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. أربعة أحباب إخواني في الله، المضمضة والاستنشاق حتى لو غير الوضوء. يعني إيه؟ أنا كل شوية أروح مضمض بقي كده، حس ريحته مش حلو، خلاص أنا غسلته بقى. قالوا ليس فيها شيء، ولكن قالوا لك لا تبالغ في المضمضة، صل على سيدنا رسول الله. الأمر الخامس يا حبيبي وأخي في الله، وحتستغرب، جاز للمرأة أو للرجل أو لأي إنسان أن يتذوق الطعام. يعني الطعام، يعني أنت مثلا الزوجة بتعمل الأكل، جاز لها أن تتذوق الطعام بدون أن تبلعه أو أن توصله إلى الحلق أو أن يدخل إلى الجوف. حبيبي وأخي في الله، جازت أن تتذوق الطعام عند الحاجة وعند الضرورة، إن لم تجد طفلا معها، إن لم تجد يا أحبابي تكون صاحبة عذر والموضوع خايفة على الطعام لحسن يفسد وكذا، جاز لها أن بأمر الله تبارك وتعالى أن تتذوق الطعام للحاجة. صلينا على سيدنا رسول الله أحبابي إخواني في الله. الأمر الذي بعده الحجامة، الحجامة أحبابي، أن تحتجم وأنت صائم جاز بفضل الله. وكذلك التبرع بالدم، مسألة أحبابي إخواني، يا عم الشيخ أنا تبرحت لواحد، تبرحت في الطريق يا أحبابي، أسأل الله أن يجزيكم كل خير يا أحبابي إخواني في الله، يا من تتبرع بالدماء لإخواننا أحبابي إخواني. نعم، هذا لا يبطل الصيام كذلك. الأمر الذي بعده أحبابي إخواني في الله من الأمور التي لا تفسد بإذن الله تبارك وتعالى الصيام يا أحبابي إخواني في الله، الاكتحال.
المرأة تكتحل بفضل الله، والرجل الكحل كذلك للرجل، الاكتحال كذلك. الأمر الذي هو قد يظن بعض الناس أنه مفسد، أنك تأخذ حقنة في نهار رمضان. أسأل الله أن يشفي مرضى المسلمين. يا جماعة، جميع الحقن قالوا بأنها لا تفطر، حتى الحقن الحتي الفيتامينات ومش عارفه والكلام ده بإذن الله لا تفطر إن شاء الله. كذلك بفضل الله تبارك وتعالى أن تشم الطيب. كذلك أحبابي إخواني في الله، ليس فيه أمرا بأمر الله تبارك وتعالى. الأمر رقم 11 من الأمور المباحة بإذن الله تبارك وتعالى، السواك في نهار رمضان. وإن كان عند السادة الشافعية، أحبابي إخواني في الله، عند السادة الشافعية قالوا بأنه يكره يا أحبابي إخواني في الله، ولكن الحديث يا أحبابي والأدلة تدل على أنه ليس بمكره. خلي بالك، هل يجوز استعمال الفرشة يا أحبابي إخواني في الله، أي المعجون يا أحباب، معجون الأسنان، يجوز في نهار رمضان؟ العلماء قالوا يجوز، وإن أبقيته لليل أفضل، قالوا يجوز. الأمر الذي بعده رقم 12 يا أحبابي إخواني في الله، قد يصيبك بفضل الله تبارك وتعالى النخامة أو بلغم بسيط في فمك فلا تستطيع أن تخرج أو ذلك، قالوا كذلك أنه يجوز بفضل الله. الأمر الذي بعده رقم 13 يا أحبابي من الأمور التي لا تفسد الصيام يا أحبابي إخواني في الله، ابتلاع ما لم تستطع أن تتحرز منه. يعني إيه يا عم الشيخ؟ يعني أحبابي ابتلاع ما لا يحترز منه، يعني يحترز منه يعني غصبت عنك ينزل منك. زي إيه مثلا؟ في الطريق وفي غبار دخل في بقك كده، دخل غصبت عنك. واحد شغال في مخبز والتراب ده والدقيق دخل بدون قصد وغصبة عنه، ليس موضوع شيء. كذلك حبيبي، لو أن اللثة بتاعت الأسنان أصابها دم وابتلعته وغصبة عنك، ليس فيه إن شاء الله شيء بفضل الله تبارك وتعالى. تعالى نصلي ونسلم على سيدنا رسول الله. الأمر الذي بعده كذلك الذي لا يفسد يا أحبابي إخواني في الله، أيها الأحبة، الأكل والشرب والجماع لمن كان ناسيا. ده العلماء بيقول كده يا أحبابي إخواني، ناس إنه هو في نهار رمضان فأكل أو شرب. وإحنا قلنا الموضوع ده أحبابي إخواني في الله، أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل أو شرب وهو ناسي فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. هذا والله أعلى وأعلم في هذه الأمور أيها الأحبة في الله. أحبكم جميعا في الله أحبابي إخواني في الله. أسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأحبكم في الله. السلام عليكم ورحمة الله.